بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم المهندس وليد الزغل في عرض تقديمي لأحد مواضيع الإحصاء، وهو بعنوان الاختبارات البعدية البوست هوك تيست. هناك العديد من الاختبارات البعدية التي يتم تطبيقها في حال وجود فروق ذات دلالة إحصائية significant difference بعد استخدام أو تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي. تحدثنا في فيديو سابق عن اختبار الـ LSD اللي هي significant difference. الآن نتحدث عن اختبار آخر، وهو اختبار توكي للفروق المعنوية، ويسمى بـ التوكيز Honestly Significant Difference، أو اختصارا الـ HSD Test. المسألة هنا التي سيتم تطبيق التوكي HSD Test عليها موجود أمامنا هنا، جدول تحليل التباين الأحادي. تم حساب مكونات هذا الاختبار وتم تعبئتها في هذا الجدول، وكما تلاحظون هنا فإن قيمة الإحصائي F المحسوب قيمته 5.907، بينما القيمة الحرجة لـ F هي 3.885. إذا نقول في هذه الحالة أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية significant difference بين متوسطات المجموعات قيد الدراسة. طبعا لدينا هنا ثلاث مجموعات في الجدول السفلي هنا، هذه المجموعات جروب A وجروب B وجروب C. جروب A كان المتوسط الحسابي له 8.4، بينما لـ B 10.2، ولـ C كان 11.4. بالنسبة لحجم العينات أو sample size for each group هي متساوية وقيمتها 5. طبعا هذا الاختبار اختبار توكي أو اختبار HSD لا يتم تطبيقه إلا في حالة تساوي السامبل سايزز للتريتمنتس أو للجروبس المطلوب اختباره. إذا المطلوب هنا في المسألة هو تطبيق اختبار توكي توكي HSD تيست، الغرض منه اللي هو تحديد أي من المتوسطات الثلاثة يوجد بينها فروق دالة significant، مستوى الدلالة قيمته 5%. إذا هذه معطيات السؤال. بداية نحسب الفروق بين كل متوسطين للمجموعات الثلاث. طبعا بما أنه لدينا ثلاث مجموعات، إذا يوجد لدينا ثلاث أزواج من المتوسطات يجب المقارنة بينها. بداية نحسب قيمة الفرق المطلق الـ absolute mean بين المجموعة A والمجموعة B. إذا قيمة الـ absolute mean difference الفرق المطلق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية هي القيمة المطلقة لـ x1 bar ناقص x2 bar. x1 bar في الجدول العلوي قيمتها 8.4، بينما x2 bar قيمتها 10.2. إذا الفرق المطلق بينهما هو الفرق المطلق لناقص 1.8، وقيمته هو موجب 1.8. إذا الفرق بين المتوسطين للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية هو 1.8.
بنفس الطريقة نحسب الابسوليوت مين ديفرنس، بين المجموعة الأولى أو جروب A وجروب C، وهي القيمة المطلقة لـ x1 بار ناقص x3 بار. x1 بار 8.4 بينما x3 بار كما هو موجود في الأعلى في الجدول هي 11.4. إذن القيمة المطلقة لموجب 3 هي موجب 3. بنفس الطريقة نحسب الـ absolute mean difference between group B and group C. إذن الفرق بين المتوسطين للمجموعة B والمجموعة C هي القيمة المطلقة لـ x2 بار ناقص x3 بار، x2 بار 10.2 بينما x3 بار 11.4. إذن النتيجة هي القيمة المطلقة لناقص 1.2 وهي موجب 1.2. الغرض من حساب الفرق بين كل متوسطين هو بيان هل هذا الفرق ذو دلالة إحصائية، هل هناك significant difference بين كل متوسطين من المتوسطات الثلاث. إذن نحسب قيمة HSD. طبعا إذا كانت قيمة الفرق المطلق بين متوسطين أكبر من قيمة الـ HSD التي سيتم حسابها، إذا نقول بأن هناك significant difference between the two means، هناك فرق ذو دلالة بين المتوسطين. وإذا كان الفرق المطلق بين متوسطين أقل من قيمة الـ HSD، إذا نقول لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطين. There is no significant difference between the two means. والنتيجة أن المتوسطين، نعتبر المتوسطين في هذه الحالة متساويان وليس بينهما أي اختلاف. إذن المرحلة التالية هي عملية حساب قيمة توكي أو اختصارا قيمة الـ HSD. القانون الموجود في الأسفل هو القانون الخاص بحساب قيمة الـ HSD أو قيمة اختبار توكي. ولحساب قيمة الـ HSD يلزم ثلاثة أشياء. أولها هناك قيمة لما يسمى بـ Q يتم حسابها بالرجوع إلى الجدول الخاص بها. حتى نحسب قيمة Q يلزم معرفة مستوى الدلالة significant level، K عدد الليفلز أو المستويات للمتغير المطلوب دراسته، و N-K capital N تعني مجموع الـ observation للثلاث مجموعات. بما أن كل مجموعة sample size فيها 5، إذن capital N هي 5 زائد 5 زائد 5 وقيمتها 15. ويلزم معرفة قيمة المين سكوير للإيرور، ويلزم معرفة قيمة السامبل سايز لأحد المجموعات فقط. إذن هذه الأشياء التي يجب معرفتها حتى يتم الحصول على قيمة HSD. طبعا قيمة الـ MSE الـ Mean Square of Error متوسط المجموعات للخطأ موجودة طبعا في الجدول العلوي لجدول تحليل التباين، وقيمتها هي 1.93%، وقيمة N هي 5.
إذا بداية لنحسب قيمة كيو والذي يسمى Studentized Range. نرجع إلى الجدول الخاص بهذا التوزيع. إذا كما قلنا حتى نحسب قيمة كيو يلزمنا معرفة ألفا، طبعا قيمة Significant Level في مسألتنا هي 5%، وقيمة كي عدد مستويات المتغير المطلوب دراسته هي 3 لأنه لدينا 3 مجموعات، وإن 15 وكي 3، إذا إن ناقص كي يساوي 12. إذا بالرجوع إلى جدول الـ Studentized Range for Q Distribution، هنا قيمة مستوى الدلالة ألفا وقيمتها 5%. في هذا السطر الأفقي، هذا السطر يمثل مقدار كي وهو عدد الليفلز أو عدد مجموعات الدراسة. طبعا لدينا 3 مجموعات، إذا نأخذ بعين الاعتبار القيمة كي equal 3. بالنسبة للعمود على اليسار وهو يمثل قيمة الـ N ناقص K، وهو في الأساس درجة حرية الخطأ، وحسبناها لتكون قيمتها 12. طبعا لو رجعنا إلى جدول الأنوفا، لو لاحظنا هنا هذه قيمة الـ N ناقص K، وهي ببساطة درجة الحرية لداخل المجموعات أو ما يسمى بالخطأ. إذا تقاطع K تساوي 3 مع درجة الحرية 12 يعطينا الرقم 3.7733. إذا هذه قيمة Q عند مستوى ألفا قيمتها 5%، ومستويات المتغير أو الليفلز 3، ودرجة الحرية للخطأ وقيمتها 12 تساوي 3.773. وعملية التقريب أو الراوندينج لهذه القيمة الكيو لمنزلتين عشريتين ينتج لدينا قيمة كيو تقريبا 3.77. إذن هذه قيمة الكيو وهي تسمى الـ Studentized Range Q Value. إذا تم حساب كيو وقيمتها تقريبية 3.77%. إذا نبدأ بحساب قيمة الـ HSD، وهذا هو القانون الرئيسي لـ HSD أو توكيز HSD. قيمة كيو تم حسابها وهي 3.77%. قيمة الـ MSE المين of square error نأخذها من الجدول، جدول تحليل التباين الأحادي، وقيمتها 1.93. وقيمة N هي sample size لواحد من مجموعات الدراسة وقيمتها 5. إذن تعويض مباشر لهذه القيم، الـ HSD يساوي 3.77 قيمة Q ضرب الجذر التربيعي للـ MSE وهي 1.93 تقسيم قيمة N وقيمتها 5. لو استكملنا هذه العملية الحسابية بسيطة، القيمة تحت الجذر
هي 0.62 وقيمة Q 3.77، إذا قيمة الـ HSD قيمتها 2.34 2.34%. إذا الآن العملية أصبحت بسيطة، المطلوب هنا بيان أي من المتوسطات الثلاثة قيمة الفرق بينها أكبر أو أقل من الـ HSD. فإذا كان الفرق بين المتوسطين أكبر من الـ HSD نقول بأن هناك significant difference، هناك اختلاف ذو دلالة معنوية، وإلا فإنه لا يوجد دلالة معنوية. إذا تم حساب قيمة الـ HSD وقيمتها 2.34. نعود للفروقات بين المتوسطات. بالنسبة للمتوسط المجموعة الأولى جروب A مع جروب B، كان الفرق بين هذين المتوسطين هو 1.8، و 1.8 هي أقل من قيمة الـ HSD وقيمتها 2.34. إذا نقول there is no significance between the mean of group A and the mean of group B. لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط المجموعة الأولى ومتوسط المجموعة الثانية بين A و B. وهذا معناه أن قيمة المتوسطين متساوية، بمعنى X بار للـ A المتوسط الحسابي للمجموعة A تساوي المتوسط الحسابي للمجموعة B. أو بمعنى آخر يمكن التعميم، حيث نقول أن المجتمع A قيمة الـ variable X المأخوذة من المجتمع A هي مساوية ل قيمة المتوسط للمجتمع B. بنفس الطريقة، بالنسبة لمجموعة A group A versus group C، طبعا تم مسبقا حساب قيمة الخطأ المطلق بين المتوسطين، وكانت قيمته 3، والثلاث هي أكبر من قيمة الـ HSD وقيمتها 2.34. إذا نقول there is significant difference between the mean of group A and the mean of group C. بمعنى آخر نقول أن هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسط المجموعة A ومتوسط المجموعة C. بمعنى آخر، متوسط المجموعة A لا يساوي متوسط المجموعة C. أو بمعنى آخر، ميو صب A لا تساوي ميو صب C. لو رجعنا إلى الجدول العلوي حتى نرى أيهما أكبر A أم C، هنا المتوسط لـ A هي 8.4، بينما المتوسط للمجموعة C 11.4. إذا نقول X بار للـ A أقل من الـ X بار للـ C. بنفس الطريقة، بالنسبة لجروب B مجموعة B والمجموعة C، تم حساب قيمة الفرق المطلق بين المتوسطين وكانت قيمته 1.2، وهذه القيمة هي أقل من قيمة الـ HSD وقيمتها 2.34%. إذا نقول لا يوجد فروق دالة إحصائيا. There is no significance between
the mean of group B and the mean of group C. بمعنى آخر أن المتوسطان متساويان، يعني x bar للبي، x bar للبي هي نفس قيمة x bar للسي، أو بمعنى آخر نقول ميو بي تساوي ميو سي. إذن بهذه الطريقة تم بيان بين أي المتوسطات يوجد فروق ولا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية. إذن كانت الفروق الدالة هي بين المجموعة A والمجموعة C. إذن الخلاصة لهذه المسألة هنا في الجدول السفلي، الأزواج التي تم المقارنة بينها A مقابل B كان الفرق بين المتوسطين 1.8، قيمة توكي HSD 2.34. إذن النتيجة أو الكونكلوجن there is no significance, not significant. بينما A مقابل C كان الفارق كبير نوعا ما، كانت قيمته 3 وقيمة توكي هي نفس القيمة 2.34. إذن هناك فروق دالة، there is significant difference. بالنسبة للزوج B و C كان الفرق بين المتوسطين 1.2، بينما قيمة توكي هي 2.34 وقيمة التوكي HSD أكبر من الأبسوليوت مين. إذن لا يوجد فروق دالة إحصائية. إذن هذه النتيجة للمسألة. إذن اختبار توكي يستخدم في حال كون السامبل سايزز ار ايكوالز، تكون متساويات. في حال عدم تساوي السامبل سايز، في حال عدم تساوي حجم العينات، يتم استخدام اختبار آخر شبيه إلى حد ما باختبار التوكي HSD يسمى توكي كريمر. إن شاء الله سنتحدث عنه في فيديو لاحق. ما يميز اختبار توكي أن نحسب قيمة هذا الاختبار مرة واحدة. عملية الحساب عملية نوعا ما بسيطة، يلزم 3 أشياء لحساب قيمة التوكي HSD، يلزم حساب قيمة السامبل سايز، يلزم حساب قيمة الـ MSE، ويلزم حساب قيمة الـ Q وهو الـ Studentized Range Q، نستخرج من الجدول. بمعرفة 3 أشياء: مستوى الدلالة وعدد مستويات المتغير قيد الدراسة وفي النهاية درجات الحرية للخطأ. الميزة الأخرى لاختبار التوكي أنه يحافظ على قيمة الخطأ من النوع الأول وهو قيمة ألفا، بحيث لا تتضاعف ولا تتغير مع زيادة عدد المجموعات. إذن هذا كل ما يتعلق باختبار توكي HSD. شكرا لكم. في حال وجود أي ملاحظات يرجى التكرم بكتابتها في الأسفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.